ها صربيه على الاختيار صربيه المتعلم على الاختيار مثلا الاختيار التوجهي سواء كان علميا أو ادبيا أو نعم نترك للمتعلم الحريه في التوجيه الذي اختاره هذا مثال ايضا بالنسبه للمدرس ان يختار مقاربات البيداغوجية التي تناسبه في مجال التبليغ وتدريس مادته أن يختار بين تعدد وهذا من المستجدات التي جاء بها الكتاب.